أسرار لم تعرض، لماذا تلقى الأمير محمد بن سلمان الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟ تصدر مشهد تلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الجرعة الأولى من لقاح كورونا مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي تصرف ولي العهد السعودي بتلقي الجرعة الأولى ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية لتطعيم كل المصابين بفيروس كورونا على أرض المملكة. وقال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة: أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. كما أضاف: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة الوقاية خير من العلاج، والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية وتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا. وبعيدا عن الأضواء، يرى محللون أن قرار ولي العهد السعودي بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد يأتي في إطار محاولة طمأنة الشعب السعودي حول فعالية وأمان اللقاح الجديد. ويؤكد محللون أن الأمير محمد بن سلمان تعمد الحصول على اللقاح أمام الكاميرات حرصا على إقناع الجمهور بتلقي اللقاح، والذي يواجه تخوفات ليس في المملكة العربية السعودية وحسب بل ومعظم الدول العربية. يذكر أن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن منتصف ديسمبر 2020 عن وصول الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا إلى السعودية، وقال إن المملكة حريصة على توفير اللقاح للجميع من مواطنين ومقيمين ومخالفين للإقامة، وعلى أن يكون اللقاح آمنا. وأعلنت الوزارة سابقا أن أكثر من 500,000 شخص سجلوا حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كوفيد-19، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.